مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الأول المتوسط. بعدنا بالوحدة السادسة وصلنا إلى دي من بيج 74، أوكي، من صفحة 74. The future continuous tense هو زمن المستقبل المستمر. طبعا شرح هذا الزمن راح يكون بالتفصيل فيديو الحالة، أوكي؟ زين، هسه راح ناخذه بشكل مختصر، اوكي؟ إذا ما فهمتوه بشكل مختصر لازم تشوفون الفيديو الخاص بهذا الموضوع. Study these examples. اقرأ هذه الأمثلة and complete the rule below. وأكمل القاعدة في الأسفل. دائما أي قاعدة تمر عليكم لازم تشوفون الإكزامبلز، لازم تشوفون الأمثلة. احتمال هو يحكي هواي مواضيع وأنتم راح تقرون ما راح تفتهمون، لكن إذا شفتوا المثال أنا متأكدة رأسها راح تفتهمون القاعدة شنية. Number one, I will be wearing a t-shirt. أنا سوف أكون مرتدي أوكي t-shirt. Number two, don't phone Rami between 7 and 8. لا تتصل برامي بين السابعة والثامنة okay, o'clock tonight. اليوم يعني tonight يعني هذه الليلة. He will be doing his homework. هو سوف يكون doing homework يعني يفعل واجباته. هو راح يكون بهاي الساعة يسوي واجباته. بس شوفوا إلى القاعدة. I أو he كلها تاخذ will زائدا بي زائدا فعل بي ان جي، اوكي؟ اذا القاعده فاعل زائدا will زائدا بي زائدا فعل بي ان جي. اذا القاعده هو فاعل زائدا will be زائدا فعل بي ان جي زائدا تكمله الجمله. Now answer these questions. الان اجب عن هذه الاسئله. Number one, what will you be doing between 7 and 8 o'clock tonight? ماذا ستفعل بين السابعة والثامنة من tonight يعني من اليوم في الليل؟ I will be watching TV. سوف أشاهد التلفاز. إذا انتبهوا إلى صيغة السؤال. Will فاعل بعدين be زائدا فعل b-i-n-g زائدا تكملة الجملة. الجواب راح يكون فاعل زائدا will be زائدا فعل b-i-n-g. Okay, I will be watching TV. راح أكون أشاهد التلفاز. Number two, what will you be doing between midnight and 6 o'clock tomorrow morning? ماذا ستفعل بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا؟ I will be sleeping. سوف أكون نائم يعني من نصف الليل، نصف الليل قصده من 12 بالليل لستة الصبح. أوكي راح أكون I will be sleeping. سوف أكون نائم. أيضا نفس القاعدة. I زائدا will زائدا be زائدا فعل b-i-n-g. E write a description. اكتب وصف. طبعا احنا راح نخلي الانشاءات كلها فيديو واحد، لذلك ما راح نحل هذا التمرين، اوكي؟ راح ننتقل راسا الى lesson 5. A read page 47 of your student's book and find words that mean the following. اقرا صفحه 47 من كتاب الطالب وجد الكلمات التي mean the following التي تعني بالتالي. Number one, while they were driving to the house, بينما هم يقودون إلى البيت. On the way, okay, في الطريق. يعني هذا تمرين vocabulary، هذا تمرين معاني. نفس المعنى، okay، أنا اعطيت نفس المعنى بس بغير صياغة. زين، من راح أجيبها؟ راح أجيبها من صفحة 47 كتاب الطالب. Number two, saw بمعنى رأى. Noticed يعني شاهد أو لاحظ. Three new to him جديد عليه. Strange بمعنى غريب. Four the opposite of modern عكس كلمة modern بمعنى حديث traditional تقليدي. Five names and notices أسماء وإشارات signs إشارات. Did not know the meaning of لا يعرف معنى okay could not understand a word لا يستطيع فهم كلمة. 7 the other people
الناس الآخرون in Yuki's family بعائلة يوكي هم the rest. The rest يعني البقية. eight frightened خائفون بمعنى frightened by خائف, afraid of, afraid of أيضا بمعنى خائف, frightened تأتي بمعنى مرتعب أيضا. إذن هذا التمرين مهم, مثل ما قلت لكم هذا التمرين vocabulary, هذا التمرين معاني. ننتقل من بيج 74 إلى بيج 75 A. Answer these questions about the text on the page 47 of your student's book. أجب عن الأسئلة الموجودة في النص في صفحة 47 من كتاب الطالب. عندنا هذا التمرين هو textbook. textbook يعني القطع الموجودة اللي عندكم بالكتاب. إذن هاي أسئلة عن القطعة. Number one, what was the first strange thing that Fuad noticed? ما هو الشيء الغريب اللي فؤاد لاحظه؟ Cars drive on the left. سيارات drive يقود. هنا المقصود بها أنه السيارات تقاد بجهة left اليسار. يعني من جهة اليسرى مو اليمنى. زين ليش هذا الشيء غريب؟ شاف انه السيارات تقاد من اليسرى. احنا نشوف السيارات تقاد من اليسرى لانه باعتبار المنهج هذا بريطاني عندهم السيارات يمنى رايت اوكي مو يسرى. لذلك اللي من بريطانيا اذا راح على غير مكان حيشوف السيارات بالعكس, يعني السكان يكون من ناحية اليسرى مو اليمنى. Number two, who are these people? من هم الناس؟ A. Mr. Mitsubishi هو Yuki's uncle. طبعا ضيفوا لي S هنا وقبلها كوما. اوكي حتصير عم يوكي. B. جايرو اوكي او جيرو Yuki's brother اخو يوكي. ريكو هو Yuki's sister. هي أخت يوكي أوكي. أيضا ضيفوا لي هنا S وقبلها كوما, هنا S وقبلها كوما. هي S التملك يعني اللي يرجع يعني أخو يوكي أخت يوكي عم يوكي. 3. Who is A. The tallest person in Yuki's family. أوكي طبعا رح نحل حسب الصورة. من هو أكثر شخص طويل بعائلة يوكي؟ هو مستر ميتسوبيشي اوكي هو اطول واحد هياته, يعني هنا نكتب هو مستر ميتسوبيشي. بي ذا يونجست اصغر شخص اوكي ريكو. هذا هو فؤاد وهذا ابو فؤاد وهذا ام يوكي. ننتقل الى دي. كومبير ذا بيبل ان يوكيز فاميلي. قارن الناس في عائله يوكي. Use the correct forms of these adjectives to complete the sentences. استخدم الشكل الصحيح من الصفات حتى تكمل الجمل. عندنا الكلمات young, young بمعنى شاب أو أصغر سنا. Tall طويل. Plump بمعنى ممتلئ يعني ممتلئ قليلا يعني شوية سمين. Big كبير. Small صغير. Short قصير. Old كبير بالعمر. Number one, Yuki is younger than Jiro. Yuki أصغر من Jiro but older than Riko. لكن أكبر من Riko. Number two, Mr. Ono is shorter than Miss Ono is shorter. السيدة أونو هي shorter قلنا أقصر و plumper يعني أكثر ممتلئة than Mr. Ono من السيد أونو. 3. Mr. Mitsubishi is bigger than Mr. Ono. السيد Mitsubishi هو bigger أكبر من أونو من السيد أونو. Riko is the smallest person in the family. الريكو هي الأصغر أصغر شخص بالعائلة. And Mr. Mitsubishi is the tallest. والسيد Mitsubishi هو الأطول. زين يعني ليش حطيت ER أوكي وهنا حطيت EST؟ لأن هنا لما نعطي الصفات فقط
اوكي شوفوا هنا لازم تراجعون موضوع صيغه المقارنه والمفاضله. هنا بالجمل عندي صيغه مقارنه، شوفوا ذان، عندي ذان يعني دي يقارن يوكي بجيرو، اوكي، وبعدين نفس يوكي دي يقارنه بريكو. اذا المقارنه لازم اضيف اي ار اوكي للصفين. طبعا تعرفون او تتذكرون الموضوع شو بتنضيف اي ار او نضيف مور حسب مثلا كم مقطع عندي بالصفه. زين هنا ليش ضفت اي اس تي؟ اوكي هنا عندي مفاضله، مفاضله هو اقارن شخص بمجموعه، يعني ريكو هي قارنتها بالكل انه هي اصغر من الكل. اوكي اذا وحده بمجموعه فصار smallest. اوكي كذلك هنا مستر ميتسوبيشي، اوكي هو اطول شخص tallest، ايضا هنا أنا عندي مفاضله لانه ما عندي كلمه ذان، يعني ما عندي مقارنه بين اثنين، لا هنا المقارنه واحد بمجموعه وهنا هم واحد بمجموعه. ننتقل الى unit 6 lesson A. read page 48، اقرأ صفحة 48 and 49 و49 of your student book، كتاب الطالب، and tick the true statements، واختار العبارة الصحيحة. Put a tick in column 1 if it is true for Japan. Put a tick in column 2 if it is true for Iraq. يعني شو يريد من عندي هنا؟ يريد من عندي اوكي اقرا هاي الجمل، اوكي طبعا بعد ما اقرا صفحه 48 49 اوكي اقرا هاي الجمل واختار الصحيحه او الخطا. يعني مثلا people kneel on the floor when they eat، الناس kneel يعني على ركبتهم، اوكي kneel ينحنون على ركبتهم على الأرض عندما يأكلون. من هم؟ هل هو جابان أو إيراك أو العراق؟ طبعا هي اليابان، أوكي فحطيت هاي العلامة، يعني أنتوا حطوا صح. أوكي number two، people sometimes sit on the floor when they eat، الناس بعض الأحيان يجلسون على الأرض، أوكي شوفوا بعض الأحيان عندما يأكلون Iraq. 3. People always cook fish. الناس دائما تطهو السمك. Iraq. Okay. العراق. People always cook meat. الناس دائما تطهو اللحم. Okay. هو اليابان. People sometimes eat with knives, forks, and spoon. الناس sometimes بعض الأحيان eat يأكلون with knives هو سكاكين. Forks هو الشوكة أو المصطلح العامي الشطل. And spoons يعني الملاعق أو بالمصطلح العامي الخاشوقة. Okay هم العراقيين. كملنا حل هذا التمرين، تمرين سهل، اوكي؟ ايضا تمرين خاص بالتكست بوك، اوكي؟ بالقطع الموجودة عندكم بالكتاب. ننتقل إلى بي. بي complete the sentences about Japan. أكمل هذه الجمل عن اليابان. Use always, sometimes, or never. استخدم always بمعنى دائما. Sometimes بمعنى بعض الأحيان أو never بمعنى أبدا. من المهم أنه تعرفون استخدامات الأدفيرب of frequency، هي ظروف التكرار، أوكي لازم تعرفون معناها حتى تعرفون استخدامها. ملاحظة، ظروف التكرار تكون قبل الفعل الرئيسي وبعد الفعل المساعد. شوفوا هنا كلها أفعال رئيسية، لو عندنا أفعال مساعدة مثلا is are am، ظروف التكرار بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي. زين people always kneel on the floor when they eat، الناس دائما okay kneel يعني تنحني على الركبة على الأرض when they eat عندما يأكلون. people never sit on the floor when they eat، الناس أبدا لا تجلس على الأرض عندما تأكل. people always eat with chopsticks،
الناس دائما ما تأكل مع chopsticks معناته الأعواد التي تستخدم في الطعام. People never use knives. الناس ما تستخدم أبدا knives السكاكين forks الشوكة أو الشوكات بالمصطلح العام الشطل و spoons الملاعق أو الخواشيق. People sometimes eat raw fish. الناس بعض الأحيان تأكل السمك الني يعني الني ما مستوي. People always cook meat. الناس دائما تطبخ أوكي الميت اللحم. C use your answer in exercise A and B to write about the difference between Japan and Iraq. استخدم إجاباتك اللي استخدمتها ب A و B تمرين A و B to write حتى تكتب difference الفروقات بين اليابان والعراق. Number one, in Japan people always kneel on the floor. الناس في اليابان دائما اوكي تركع على الارض on the floor على الارض يعني بركباتها اوكي تجلس على الارض. But in Iraq لكن في العراق we sometimes kneel on the floor بعض الاحيان اوكي ممكن نجلس على الارض. 2 in Japan always use with eat chopsticks. دائما باليابان يستخدمون مع الأكل chopsticks هي العيدان يعني العود العواد الاثنين أوكي اللي يستخدموها اليابانيين أثناء الأكل. But in Iraq usually عادة بالعراق يستخدمون fork and spoon يستخدمون الشطل أو الشوكة والملعقة. 3 in Japan sometimes eat raw fish. بعض الأحيان يأكلون سمك ني okay. But in Iraq always eat cooked fish. لكن بالعراق يأكلون سمك مطبوخ يعني مستوي. إذا إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا وإلى اللقاء.